جحا والجار البخيل. كان يسكن بجوار جحا رجل غني، ولكنه بخيل، وقد تعود هذا الجار استعمال حاجات غيره من الناس. وكان هذا البخيل يذهب كثيرا إلى جحا ويستعير منه ما يلزمه. وفي يوم ذهب إلى جحا قائلا له: يا جحا، أنت رجل كريم، لا تمنع عني شيئا، وقد طمعت في كرمك وأرجو أن تعيدني اليوم حمارك لأني على موعد هام. واستجاب جحا كالعادة إلى طلب جاره الذي أخذ الحمار وذهب به وهو مسرور لقضاء حاجته. كرر البخيل استعارة حمار جحا مرات ومرات. وفي يوم قال له جحا: ألا تأخذ حماري هذا هدية مني كي أستريح؟ قال الجار ضاحكا: ولما أخذه وأتحمل نفقات إطعامه وهو عندك؟ أخذه وقت ما أشاء. وأخذ الحمار وانصرف. اختار جحا وعزم أن يضع حدا لهذا الأمر. وفي اليوم التالي جاء البخيل يطلب استعارة الحمار، فقال جحا: دعني أذهب للحمار لأستشير، وأولا إن كان الحمار يرغب في مصاحبتك فلن أمنعه. وبعد لحظات عاد جحا وقال: لقد استشرت الحمار ولم يقبل، وقال لي إنك تحمله فوق طاقتي وتضربه وتسب صاحبه. لكن البخيل تعيل على جحا حتى يأخذ الحمار هذه المرة. وفي المساء عاد الجار بالحمار وقال لجحا: لقد أطعمت لك اليوم، وقد كلفني ذلك دينارين، وعليك أن تقوم بأدائهما يا جحا. اختار جحا وأقسم أن يضع حدا لهذا الأمر ويتخذ موقفا مع هذا الجار البخيل المستغل للجيران. وجاء البخيل كعادته ليقترض الحمار، فقال جحا: الحمار في السوق ولن يعود الآن. وما كاد جحا يتم كلامه حتى ناق الحمار بصوت عالي من داخل اسطبل منزل جحا.